السلام عليكم، انا محمود سمير ابراهيم جروب 9، هتكلم عن الديبس اناليسيس اوف كواليتي اوف سيرفيس ميتريكس اند ميجر ميتريكس. في الاول كده، ايه هي الكواليتي اوف سيرفيس ميتريكس؟ تعتبر الكواليتي اوف سيرفيس ميتريكس ضروريه لقياس اداء الشبكه وضمان هاي كواليتي يوزر اكسبيرينس. فتعتبر الميتريكس دي مهمه لفهم جوده الخدمه المقدمه لليوزر عنها. استكشاف الانواع المختلفه للميجر ميتريكس مثل البنج تيست والكريس راوت والباند اوس مونترنج بيساعدني في تقييم وتحسين الكواليتي اوف سيرفيس النتورك انفايرمنت. نيجي للميتريكس الرئيسيه عندنا. اول حاجه هي الديلي، والديلي ده هو الوقت اللي بتستغرقها الباكت عشان توصل للديستنيشن، ويعتبر كريتيكال ميتريك في الريل تايم ابلكيشن زي الفويس اوفر والفيديو كونفرنسنج ابلكيشن. تاني حاجه هو الجيتر، وهو الاختلاف في الديلي للباكتس اللي بتتنقل على نفس النتورك باص. فالهاي جيتر بيؤدي لتجربه سيئه لليوزرز في تطبيقات زي الفويس اوفر والفيديو كونفرنس. تالت حاجة عندنا هي الثروبوت، وهي كمية الداتا اللي أنا ممكن أنقلها عبر النتورك في زمن معين، وده مقياس رئيسي للأبلكيشن اللي بتحتاج هاي داتا ريتس زي البي تو أون ديماند. آخر حاجة هي الباكيت لوس، وهو بيأكيوه وين النتورك لينكس بيكون عليها ترافيك عالي وبيكون مزدحم يعني، والباكيتس بيحصل لها دروب عالي وبتأثر بشكل كبير في الريل تايم أبلكيشن. كده شفنا اهم المتريكس. نيجي لانواع الميجر ميت تكنيكس. وانا عندي نوعين رئيسيين، هما الباسيف والاكتيف مالتي بوينت ميجر ميت. بالنسبه للتولز المستخدمه في قياس الكواليتي اوف سيرفيس متريكس، هو يوجد العديد من التولز المتاحه لعمليات القياس، ومن الضروري تحديد الطول المناسبه ليها عشان يكون القياس عندي موت اكيوريت. والكمان يوز تولز هو النتورك انالايزرز والباكت سنيفرز والبرفورمانس مونترنج تولز. فالكواليتي اوف سيرفيس بتلعب دور حسن في كسبنا من الاستيريوز زي الفويس اوفر والفيديو كونفرنس، ومن الضروري نضمن لليوزر في هذه الصناعات هاي كواليتي. بالنسبه للكيس ستادز وريل وورد ابلكيشن، الكواليتي اوف سيرفيس ممكن انها تحسن لي في الابلكيشن بيرفورمانس بشكل كبير. على سبيل المثال، ان في شركات فعلا عن طريق الكواليتي اوف سيرفيس متريك اند ميجرمنت حسنت اداء الخدمه بتاعتها، مما ادى الى ايه بيتر يوزر اكسبيرينس. في الختام، احنا حاولنا نقدم بطريقه بسيطه الرول بتاع الكواليتي اوف سيرفيس ماتريكس اند ميجرمنت، والدور الحاسب والتركيز على الدور الحاسب في تحسين سواء اليوزر اكسبيرينس او ان احنا نعزز اداء الشبكه بتاعتنا وتاثيرها على ارض الواقع. شكرا. انا محمود يوسف عبد الجواد، جروب 9، اتكلم عن الادابتيف ستريمينج الجوريزمز. دي التوبك اللي انا هتكلم عليها. اول حاجه الهيستوري، هو جه ظهر في منتصف القرن ال21، جه حل مشكله البافرنج. مشكله البافرنج دي مثلا لو احنا بنتفرج على فيديو على اي بلاتفورم مثلا زي اليوتيوب، وسرعه النت عندنا قليله والفيديو اللي لنا جوده عاليه، فبالتالي ان يحصل كل شويه الفيديو يقف يحمل، بحيث ان هو يحمل داتا عشان يشغلها قدام، فدي اسمها عمليه البافرنج. فده بيبقى بسبب ان الباند ويدث عندنا مش كفايه ان هو يشغل الفيديو على البيت ريت اللي جاي بنقول بالفيديو من البروفايدر. طب ايه هو البيت ريت اصلا؟ هو سرعه نقل الداتا لليوزر يعني. طب في العوامل اللي بتاثر على البيت ريت، على الستريمينج فيديو بيت ريت. اول حاجه الفيديو ريزولوشن، هو الفيديو ريزولوشن بيشيل عدد البكسل الموجوده في الصوره، وكل ما كان البيت ريت عالي وكل ما كانت الكواليتي بتاع الصوره اكتر احسن، ولو البيت ريت قليل الكواليتي بتاع الصوره بيكون قليله. تاني حاجه الفريم ريت، الفريم ريت برده كل ما كان اعلى كل ما الصوره كانت اوضح وتكون سموث اكتر. في حاجه ثالثه اسمها الكوديك، الكوديك ده هنتكلم عليه قدام في السلايد الجاي. الكوديك ده عامل زي عملية ضغط وفك ضغط، لما الفيديو بيجي يتبعت بيتبعت مضغوط بكوديك معين، ولما يوصل لليوزر بيبقى بيتفك بنفس الكوديك اللي هو موجود بيه. ده الغرض من الكودينج. طب تاني حاجة اللي هيحصل لو احنا ما استخدمناش الأدابتيف بيت ريت، هيحصل عملية بفرنج ودي اتكلمنا عليها من شوية. تاني حاجة هيحصل عملية اسمها عملية كواليتي داون، إن الستريم لو اتبعت بيت ريت ثابت واليوزر النت عنده سرعته قليلة، فبالتالي هيوصل له بكواليتي سيئة يعني، ودي حاجة مش كويسة لليوزر يعني. How does AVR streaming work؟ أو بنتكلم قبل ما نتكلم على طريقة العمل بتاعته لازم نعرف حاجتين اتنين. أول حاجة اسمها المانيفست فايل، دي بتحتوي على الكوديك واللانجوج والريزولوشن والبيت ريت وكل الكلام ده، وهي بتبقى عبارة عن بلاي ليست للفيديو ستريم يعني، زي ما موضحين في الصورة تحت دي كده. ده موجود هنا الباند ويدث والكوديك، واللي فوق دي حاجة اسمها M3U8، دي فورمات مشهور جدا للمانيفست فايل. تاني حاجة الانكودينج، ودي المفروض ان هي بتحول الفيديو لجودات مختلفة عشان تناسب كل يوزر يعني، زي مثلا كنا بنرفع فيديو على يوتيوب وبعد كده هو بيحول الفورمات لكل الجودات 144 و 120 1080 كده. طيب دلوقتي ازاي الاي بي ار بقى بيشتغل؟ انا هشرحها باكزامبل. دلوقتي انا سرعة النت عندي على الموبايل 10 ميجا،
عايز اشغل فيديو بجوده 1080، الفيديو الجوده 1080 دي بينكودد ب 5 ميجا بير سكند بال H264 كودينج. دلوقتي البلاير هيستدعي ملف المانيفست فايل من السيرفر، واللي هو بيبقى عباره عن الصوره اللي موجوده تحت دي فيها الباندويتس اللي هو بيتعمل له انكودنج، بحيث ان هو يقسم الفيديو لجودات مختلفه تحاسب تناسب كل بيت ريت المستخدم يعني. طب دلوقتي مثلا انا طلعت في حته الشبكه فيها قلت، فبقيت شغال على 3 جي مثلا، فدلوقتي سرعه النت عندي هتقل، فبالتالي ان هو اوتوماتيك هيقوم جاي محول لي من الجوده 1080 ل 720 و480 مثلا، على حسب سرعه النت عندي، وان هو شغال الفيديو من غير ما يكون في عمليه بفرنج يعني. اخر حاجه الاي بي ار بروتوكولز، عندنا بروتوكول اسمه اتش ال اس ده ديفلوبد باي ابل، عندنا بروتوكول تاني اسمه الداش ده ديفلوبد باي موفينج بكتشر جروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد عبد الرحمن سيد كامل، معايا جزء الـ Quality of Service و الـ Quality of Savings في الفيديو، وطبعا ده الـ content اللي هتكلم عليه في الـ Dev. Quality of Service هي تكنيك مستخدم مؤخرا للتحكم مثلا في الـ Traffic بتاع الـ Data، بيقلل الـ Packet Loss الـ Latency Jitter في الشبكة. طبعا هو بيتحكم برضه في الـ Resources الداخلة للشبكة اللي عندك من حيث الـ Bandwidth بتاعتك، فهو بيعلي الـ Bandwidth بتاعت الفيديو والـ Voice وبيقلل الـ Bandwidth بتاعت الباقي. وننفع الكواليتي اوف سيرفيس طبعا في الشبكه بتاعتنا، دي بيأدي اللي بيسبوه طبعا باندويتس عالي، بيعلي البيوتي بتاعت الترافيك، بيقلل الباكت لوس، بيتجنب مشاكل التشتت في الشبكه، بيعمل اعاده تشكيل للشبكه في حيث الترافيك بتاعها. طبعا الخصائص الفيديو اصلا هو لازم يكون فيديو هاي باندويتس بتاعته، عشان فيديو ليه داتا عاليه فبيقسم لفهمات ومحتاج داتا سايز عاليه. اللي هو سنسيتيف ليتنسي ان هو بيقلل البلاي باك، برضه الباكت لوس بتاعته لازم تكون مثلا قليله. طبعا هو برضه حساس للجيتر، ان هو بي بي ان هو بحسب الديلي اللي بيحصل في الجيتر، برضه بيحتاج الى البيوتريزيشن، وده اللي هو بيدي لكل واحد البيوت بتاعته عشان يحصل على اوبتيمال فيديو ستريمينج. ودي العوامل المؤثرة في الكواليتي اوف سيرفيس، والمشكلة الأساسية اللي بينطبق على جميع المشاكل وهي مشكلة الباند ويدث. ودي احنا بنحتاج ان احنا بنزود الباند ويدث، ندي الباند ويدث كافي عشان نتجنب مشكلة البافرنج ونقلل البيرفورمانس بتاعنا، وتقليل الباكت بيحصل نتيجة خطأ في الشبكة وبيؤدي إلى وقف عملية تعليق الفيديو. الجيتر ودي عبارة عن الباكت ديلي، ولو كان في زيادة في الديلي مثلا عن اللازم فبيسبب تشتت في الفيديو، وبيبقى عندك انسنكرونايز بين السندر والريسيفر. واخر حاجة الليتنسي، والليتنسي هو الديلي اللي بيحصل بين السندر والريسيفر. وطبعا دي الاوبتمايزيشن بتاعت الكواد اوف سيرفيس، ان احنا بنعلي البيوت بتاعت الترافيك والبيوت بتاعت الباكت المنتقلة، ونزود الباند ويدث، ونعمل بافرنج والبي فيتشنج والايرور كوركشن والادابتف ستريمينج. وبعد كده نقف في الكوانتم اكسبيرينس بتاعت المتريك، المتريك كوانتم اكسبيرينس وهي الافيلابيلتي، ودي اتاحة الفيديو اما اليوزر يطلب او يعمل ريكويست للفيديو. تاني حاجة البيت ريت اللي هو بيقيس لك الكواليتي بتاعت الفيديو. البلاي باك او ايرورز دي اللي بتحصل نتيجة الايرورز الموجودة في البلاي بافرنج، والبافرنج طبعا هو عبارة عن وقف في الفيديو نتيجة مثلا خطأ غير مخطط ليه وخطأ غير مراد بيه. بعد كده الستارت اب تايم اللي بياخد وقت من اول ما يطلب اليوزر يطلب ريكويست للفيديو ان هو يشغله، والفيديو في ستارت فيل، وعدد المرات اللي بيفشل فيها اليوزر ان هو يطلب ايه الفيديو. والسلام عليكم. السلام عليكم، انا هايدي هشام احمد جروب 9، والتوبيك بتاعنا هو الكواليتي اوف سيرفيس اند كواليتي اوف اكسبيرينس ان مالتي ميديا نتوركس. ده الكونتنت بتاع البرزنتيشن. وبداية أول سؤال، إيه هو الـ Quality of Service Provisioning أصلا؟ هي عملية تحسين وضمان جودة الخدمة للتطبيقات، وده بيتضمن تعيين أولويات وإدارة استخدام الموارد في الشبكة، والهدف منها توفير جودة الخدمة وضمان تجربة مرضية للمستخدم وتحسين أداء التطبيقات. وده بياخدنا للجزء اللي أنا هتكلم عنه، هو الـ Definition بتاع الـ Traffic Management for Quality of Service Provisioning. هي عبارة عن إيه؟ هي مجموعة من التقنيات والاستراتيجيات اللي بتستخدم للتحكم في حركة المرور في الشبكة وتحديد أولوياتها، والهدف منها تلبية متطلبات محددة من جودة الخدمة، وإني أوصل لأقصى استخدام للموارد الشبكية بكفاءة. وده بيتم من خلال تنفيذ آليات محددة لمراقبة وتصنيف وتحديد أولويات إدارة حركة المرور للشبكات، وده بيكون استنادا لخصائصها وجودة الخدمة المطلوبة.
عندي نوعين من network traffic real time و non real time. باختصار ال real time دي بتتكون من البيانات الحاسمة والضرورية اللي يجب تسليمها بأقصى سرعة وأعلى جودة. example عليها ال video conference وال web browsing. طب ال non real time هي تعتبر أقل أهمية من ال real time، واللي بيحدد الأهمية دي المسؤولين عن الشبكة. و example ليها ال FTP protocol for web publishing وال email applications. طيب ايه هي المكونات الرئيسية لإدارة حركة المرور؟ ال traffic monitoring, classification, shaping وال traffic priority وال resource allocation. وبشكل عام ال traffic management مهمة في الشبكات اللي بتدعم مجموعة واسعة من التطبيقات like ال voice over IP وال video conference, ال financial trading, ال healthcare systems. ودي بعض ال example عن ان ازاي traffic management بتحاول إن هي تساعد في تحسين ال quality of service provisioning. وال benefits اللي بتعود علينا من استخدام ال traffic management لل quality of service provisioning إن أنا هقدر أحسن ال performance, reduce congestion and latency, improve bandwidth utilization, enhance security and compliance, و increase customer satisfaction، وده أهم حاجة بالنسبة لنا. وفي النهاية أحب أأكد على أهمية الترافيك مانجمنت اللي بتحافظ على جودة الخدمة، والبحث ده بيساعدنا نفهم التقنيات المختلفة لمساعدة الباحثين في مجال جودة الشبكات. وشكرا. السلام عليكم، أنا عمرو خليل رشاد من جروب 9 اللي بيتكلم عن الكواليتي اوف سيرفيس. أولا عايزين نعرف ايه هدف الكواليتي اوف سيرفيس. هي هدفها ان احنا ندي بريوريتي للداتا دي عشان ما تقفش في كيو، عشان زي مثلا الفويس او الفيديو، عشان لو هي عبارة عن بروتوكولات UDP فلو اتفقدت ما بترجعش تاني. وانا هتكلم دلوقتي عن البروتوكولات المستخدمه في اللي بتدعم الكواليتي اوف سيرفيس دي. عندنا كتير من البروتوكولات دي، بس عندنا اشهر ثلاثه فيهم اللي بيأكد الكفاءه والترانسفيشن البريورتي للداتا اللي بتعدي دي. عندنا ثلاثه، اول حاجه ديفرنشيتد سيرفيسز، والتاني نوع هو الانتجريتد سيرفيسز، وثالث نوع هو الريسورس ريزرفيشن بروتوكول. تمام. اول نوع معانا هو differentiated services، وهو عبارة احنا بنحط علامة على الباكت اللي ماشية. السندر بيحط علامة عشان لما الريسيفر يشوف العلامة دي يعديه بدون ما يوقفه في كيو. تاني نوع معانا هو الانتجريتد سيرفيسز، وهو عبارة عن زي الطريق كده، بنقسم الطريق لبندوث معين وريسورس معين لكل طريق، ومخصصه للفيديو ده او الفيديو او الصوت، بدون يعني لو حتى الرساله ما مشيتش برضه مخصصه ليه. ثالث نوع معانا هو الريسورس ريزرفيشن بروتوكول، اللي هو RSTVP، وعاده بيستخدم مع الانتر سيرف، وهو عباره عن تخصيص ده الريسورس معينه وبندوتس معين للداتا دي. هو عباره عن ايه؟ يعني في نوعين من المسج في RSVP ده. أول رسالة معانا هو الباص مسج، وهو عبارة عن أنت عند السندر بتبعت رسالة كده فيها الحاجة اللي أنت عايزها، مثلا البندوتس المعينة اللي أنت عايزه والريسورسز المعينة تبعتها للديستنيشن، فالديستنيشن يشوفها عنده يقدر يديله الحاجة دي ولا لأ. لو عنده يرجع له رسالة RESV هي ريزرفيشن مسج، يأكد له اللي هو خلاص حصل ما بيننا وخلاص ومشي الداتا دي. لو مش معاه يبعت له ايرور مسج. طب ازاي نعمل ده في الراوتر في سيسكو؟ يعني نستخدم الار اس في. اول حاجه نكتب كونفيجريشن تيرمينال في النيبل مود، ندخلنا على الكونفيجريشن مود، نكتب انترفيس قصد 0 على 0 او اي انترفيس، نكتب وبعدين نكتب اي بي ار اس في باند ويتس اي 128 كيلو بت بير سكند و 56. 158 ده الباند ويتس اللي عايزه، 56 ده للمسج الواحد او يعني للجزء الواحد. تمام شكرا. السلام عليكم، انا نور محمد جروب 9، هتكلم عن النتورك باندويث الوكيشن ستراتيجيز. اول حاجه احنا ليه بنعمل مانجمنت للباندويث؟ عشان نحقق ليفل عالي للكيو اس عن طريق اننا نعمل اوبتمايزيشن للريسورسز الموجوده عندنا، فالكواليتي بتاعه اليوزر اكسبيرينس بتاعنا، وده اللي احنا بنحاول نوصل له.
اول واحده هي الترافيك شيبينج، بتكون مسؤوله عن تنظيم الترانسميشن ريت بتاع الداتا باكيتس، وبتسمح للادمنستريتورز ان هم يتحكموا في كميه توزيع النتورك ريسورسز بطريقه افكتيف اكتر. مثلا لو في بيك اور وفي ريل تايم ابس وليست تايم سنسيتيف ابس، في الحاله دي بتدي الافضليه للريل تايم ابس، فبيقلل من الليتنسي والباكيت لوس وبتحسن من الاوفر اول بيرفورمانس النتورك. تاني نوع الترافيك كلاسيفيكيشن، ده بيقسم انواع النتورك ترافيكس المختلفه بحيث ان انا اقدر اوفر ريسورسز مناسبه لكل نوع من الترافيك على حسب الريكويرمنتس بتاعتها، وده بيساعد اننا نحقق كيو اوف اس عاليه لما بيكون عندنا سيرفيسز مختلفه. دايناميك الوكيشن هي بتبقى تكنيك بتوبريت ان ريل تايم، لما بيكون في ديماند عالي الدايناميك الوكيشن بتتدخل بتدي باند ويدث اكتر للكريتيكال سيرفيسز، والريس تايم كريتيكال بتستقبل باند ويدث اقل في الحاله دي، وبتحسن اليوتيلايزيشن للريسورسز عندنا. الادابتيف استراتيجي هي قريبه من الدايناميك شويه، بس هي بتركز اكتر ان هي تعمل مونيتورنج للنتورك كونديشنز الموجوده، وازاي ان هي تعمل ادجستمنت للباند ويدث، فبتحافظ على الاوفر اول بيرفورمانس للنتورك. النتورك سلايسنج بتبقى موجوده في ال 5G نتوركس، زي سيجمنتس او سلايسز في النتورك، كل سلايس بيكون ليها باند ويدث وسبيس رولز وبارامترز للكيو اس محددين لكل سلايس، فبيديها قابليه اكتر ان هي تتحكم في الريسورسز الموجوده عندنا، بتستخدم في ابلكيشن زي الاي او تي والاوجمانتد رياليتي. برايورتيزيشن، بتقسم السيرفيسز على حسب الاولويه، اللي ليه الاولويه الاعلى زي الريل تايم ابس بتوفر له باند ويدث اكتر بحيث ان البرفورمانس ليهم ما يتاثرش. بعد كده في البوليسي بيزد الوكيشن، هي بتطبق شروط بتحدد طريقه تقسيم الباندويتس في النتورك، بتاخد كذا حاجه في الاعتبار زي نوع الابلكيشن، بروفايل يوزر، والنتورك كونديشنز الحاليه. دي كلها حاجات بتوقف عليها طريقه تقسيم الباندويتس. كواليتي اوف سيرفيس بوليسيز، دي بتبقى نوع منها بتحدد ايه الريسورسز اللي احنا بتبقى محتاجينها، وتوزع ازاي البارامترز زي الباندويتس والماكسيمم الاود ليتنسي اكسبتابل باكيت لوس، دي كلها حاجات هي بتحددها. بعد كده عندنا resource reservation، بتبقى مسؤولة عن ال critical needs بتاعت ال real time applications بالأخص، عشان تضمن لهم ال steady stream of data مع ال low latency، فبتحجز جزء معين من ال bandwidth مقدما، بيكون زي تأكيد يعني بأن ال resources المطلوبة هتكون متاحة بالظبط وقت ما ال service أو ال application بيحتاجها، وبكده هنقلل ال packet loss وال delay. في الآخر مع كل strategy اتكلمنا عليهم لل bandwidth allocation باختلاف ظروفهم، لكن كل strategy في الآخر بتحاول توصل لنفس الحاجة، وهي اننا نحقق هاي كواليتي سيرفيس وفي نفس الوقت بنحسن من الكواليتي اوف اكسبيرينس لليوزرز. شكرا. انا طالب مصطفى محمد مصطفى يونس، هنتكلم عن جزء البفرنج والبفر مانجمنت في المالتي ميديا نتورك. اول حاجه تعريف البفرنج، هو ميكانيزم بيستخدم في المالتي ميديا نتورك عشان اضمن سلاسه العرض وعدم التقطيع في تجربه المستخدم مع الفيديوهات وغيرها. الرول بتاعها في المالتي ميديا نتورك، اول حاجه السيمليس بلاي باك اللي هو السلاسه في العرض بتاعها في العرض والتشغيل، الاضافه للستريمنج اللي هي بتشتغل مع الستريمنج بحيث ان هي تقدر تظبط جوده العرض، الكومبنسيتنج فور نتورك فاريابيلتي ان هي بتعمل تعويض للداتا لو حصل عليها اي مشاكل في النتورك بتاعها. انواع البفرنج، عندي في ستاتيك بفر ودي بتبقى حجمها ثابت، بتبقى سهله في الامبلمنتيشن، بقدر اتوقع او اتنبأ بالتصرفات بتاعتها. دايناميك بفر بتبقى حجمها متغير، بتبقى صعبه في الامبلمنتيشن، بتبقى ادابتيف ان الحجم بتاعها بيقدر يتغير حسب الفلو ريت عندي. البفر عندي فيه ثلاث انواع، اول واحد البلاي باك بفر، وده بيشتغل في حاله الاوفلاين مود، بيشتغل مع الداتا اللي انا محملها زي مثلا يوتيوب ونتفليكس وغيرها. الستريمنج بفر، وده العكس بتاعه اللي هو بيشتغل مع في حاله الاونلاين مود، بيشتغل في حاله الاونلاين مود، بيعمل تحميل للداتا بتاعتي وانا شغال معاه في الاونلاين مود. الريال تايم كوميونيكيشن بفر، ودي البفر المصمم بحيث ان هي تشتغل مع الاكشنز اللحظيه زي الكونفرنس ميتنج والاونلاين جيمنج والفويس كول وغيرها. البفر مانجمنت استراتيجي عندي ثلاثه، في ادابتيف بفرنج، وهو ان البفر بتغير حجمها حسب الداتا اللي موجوده، او حسب الداتا او حسب حاجه بتغير حجمها حسب الداتا وحسب سرعه الشبكه عندي والكونديشن بتاعتي، الكونديشن بتاعت النتورك. البري بفرنج، وهو ان انا ببتدي ان انا املى البفر قبل ما ابدا عمليه التشغيل بحيث ان انا ما يحصلش عندي مشاكل في بدايه التشغيل واضمن السلاسه في البدايه. البوست بافرنج هو عبارة تكملة للبري بافرنج، إن هي بتفضل شغالة مع الداتا أول بأول، بتفضل شغالة مع الداتا أول بأول وبتعمل تحميل للداتا أول بأول من مكان ما إيه مكان ما حصل إيه استهلاك ليها. البافر أندر فلو من المشاكل ممكن تحصل عندي بسبب إن بيوصل عندي إن الريت بتاع الداتا اللي بيوصل عندي بطيء، أو المشاكل ممكن تحصل في النتورك، أو إن يحصل عملية أو إن عملية البري بافرنج ما عملهاش كومبليت. البفر اوفر فلو بيحصل بسبب ان الداتا بتوصل عندي بشكل سريع. بور مانجمنت للبفرنج عندي، او زياده غير متوقعه في الداتا او سرعه في الشبكه.
الطرق اللي انا اقدر استخدمها عشان اتجنب الاوفر فلو والاندر فلو، اول حاجه ان انا اعمل تكنيكس هاندل بيها الايرور، ان انا اعمل فيدباك كونتينوس فيدباك على النتورك بتاعتي والكونديشن بتاعها، وان انا الود اناف داتا في البفر بتاعتي فما يحصلش عندي مشاكل. الابلكيشن ممكن تدخل فيها البفر او الموجود فيها البفر في المالتي ميديا هي اول واحد الفيديو ستريمنج، الاونلاين جيمنج، الفيديو كونفرنس، الفايل داون ايه داونلودنج. السلام عليكم، اسمي محمد شهاد في جروب 9، موضوع انا والكواليتي اوف سيرفيسز والجزء الخاص بيها هو الكروس لير اوبتمايزيشن. الكواليتي اوف سيرفيس هي مجموعه من التكنولوجيز المستخدمه في النتورك لاداره الترافيك وبالتالي بتعلي البرفورمانس. انواع الترافيك هي الباند ويدث والديلي واللوس والجيتر او الباكت لوس والجيتر. الديلي والباكت لوس والجيتر معتمدين على الباند ويدث، ان الباند ويدث لو مش عاليه التلات تنين دول هيحصل، لو الباند ويدث عاليه مش هيحصل المشاكل دي اصلا. كروس لير اوبتمايزيشن فور الكواليتي اوف سيرفيسز هي ازاي كل لير بتتعامل مع الكواليتي اوف سيرفيس او بتنفذه ازاي. لو عندنا ترافيك مثلا عالي على نتورك في طريقتين او طريقتين من اداره الترافيك ده، هي البيست ايفورت وهي ان اول باكت بيوصل هو اول باكت بيتبعت، وده سيء جدا في حاله ان احنا عندنا ريل تايم ابلكيشن زي فيديو كول او كده، هتبدا تبعت باكت من الفيديو كول وهتبعت باكت لديتا تانيه وبعدين الباكت التاني من الفيديو كول، وده هيسبب انقطاع مستمر للفيديو كول. الطريقه التانيه هي ان احنا بنعمل او بندي برايورتي لانواع معينه من الداتا، فالريل تايم ابلكيشن مثلا بنديها برايورتي اعلى من الانواع التانيه زي البراوزرنج والفايل ترانسفيرنج والداونلودنج وهكذا. ده مثال ان في عندنا مثلا فيديو كول شغاله وفي هوست في النتورك الاولى بيكلم هوست في النتورك الثانيه، وفي هوست ثالث بيعمل داونلود لفايل او كده. فازاي ده هيحصل في اللايرز المختلفه؟ عندنا هنا في الابلكيشن لاير، فالابلكيشن لاير هتحاول انها تديك اعلى جوده للفيديو كول وفي نفس الوقت اعلى سرعه لنقل البيانات، وليكن هتديك مثلا 720 للفيديو كول، فلو الانترنت اصبح بطيء هتنزل الجوده ديت مثلا ل 360، ولو انترنت عالي وكده هتعلي عن كده، وفي نفس الموضوع بيحصل الفايتر ترانسبورت لير، هتبدا تعمل سيجمنتيشن للديتا وهتبدا ترسل الديتا سواء الفيديو كول او الفايل ترانسفير سيجمنت باي سيجمنت، فهتبعت مثلا السيجمنت الاولاني لو الريسيفر بعت اكنولجمنت انه استلم السيجمنت الاولاني هتبدا تبعت سيجمنت باي سيجمنت، لو استلم السيجمنت الاولاني هتبعت له بعد كده الثاني والثالث مع بعض، لو بعت اكنولجمنت انه استلمهم هتبعت له الثالث والرابع والخامس والسادس مع بعض، لو بعت اكنولجمنت ان حصل فقد في الداتا او كده فهيبدا انه يبطئ عمليه النقل شويه. النتورك لير بيعمل برايورتي، بتدي برايورتي لانواع الداتا المختلفه، فهتدي الفيديو كول برايورتي اعلى من الداتا ترانسفير، وهتعمل راوتنج بحيث تختار اسرع مسار لنقل الداتا. الداتا لينك لير هتعمل داتا ايرور ديتكشن وكوركشن على العمليتين بحيث تضمن نقل البيانات بشكل بريليابيليتي عاليه. الفيزيكال لاير هتدي الفيديو كول، هتقوي الاشاره بتاعتها عشان ما يحصلش انترفيرنس مع الاشارات الاخرى وكذا، لكن الفايل ترانسفير مش محتاج انه يحصل له تقويه للاشاره لانه ليس تايم سنسيتيف. السلام عليكم، انا محمود حسام جروب رقم 9، وهتكلم عن الكواليتي اور راوتينج اند باث سيلكشن ان كواليتي اوف سيرفيس. اول حاجه محتاجين نعرف ايه هو النتورك توبولوجي. النتورك توبولوجي هو ترتيب مكونات الشبكه، والترتيب ده بيأثر بشكل مباشر على طريقه توجيه البيانات واختيار المسارات. الكواليتي اور راوتينج باث هو مش بس بيلاقي اسرع مسار، ولكن بياخد في الاعتبار جوده المسار ده باعتباره عامل زي السبيد والريليابيليتي. المالتي باث راوتينج هو بدل من استخدام مسار واحد بس، بستخدم مسارات متعدده في وقت واحد لتوزيع حركه نقل الداتا وتحسين الاداء. في عندي مجموعة ألجوريزمز بتساعدني في اختيار أفضل مسار من حيث الجودة في الاختيارات المتاحة بناء على معايير محددة. بعض الألجوريزمز دي هي الشورت استباس فيرست، وده بياخد أقصر مسار من حيث المسافة. تاني ألجوريزم هو الويتد فير، وده بيعمل توازن في حركة نقل البيانات في مسارات مختلفة عشان يضمن العدالة في توزيع الداتا على المسارات. تالت ألجوريزم هو الليست لودد باث، وده بيروح للمسار اللي بيحمل أقل كمية داتا عشان يتجنب الأوفرلودنج. الكواليتي اور راوتينج في الموبايل نتوركس، انا عندي في الموبايل نتورك اجهزه كتير بتتحرك وبتتصل بنقاط وصول مختلفه. بيعتمد الاختيار هنا في الاوريت كواليتي اور راوتينج باث بيعتمد على الوعي بجوده موقع الجهاز عشان يحافظ على الاتصال المستمر والحصول على جوده في الخدمه. الكواليتي اور راوتينج في الانترنت اوف ثينجز
أنا عندي في الإنترنت وفي سيرجس أبليكيشن بيربط العديد من الأجهزة وبيعتمد اختيار المسار على بعض المتطلبات زي الطاقة المنخفضة والريليابيليتي عشان يقدم خدمة جيدة. أهمية اختيار الكواليتي أو الراوتينج باث سيليكشن إن هو بيحقق خدمة جيدة عشان يحدد تحديد أفضل مسار، ودي بتساعد على نقل البيانات بسرعة عالية وكفاءة جيدة. السلام عليكم، انا محمد مجدي جروب 9. الموضوع بتاعنا الكواليتي اوف سيرفيس والكواليتي اوف اكسبيرينس، والموضوع الخاص بيا اليوزر بيرسبشن. اول حاجه هنبتدي سريعا كده ناخد فكره عن الكواليتي اوف سيرفيس، ليه اصلا اهميتها. لو عندها دلوقتي ده شبكه اهي، هنا مبنى وهنا مبنى ودي شبكه رابطه ما بينهم، فلو عندها دلوقتي التليفون اللي في المبنى ده بيكلم التليفون اللي في المبنى ده، وعندنا مثلا اللاب ده او الجهاز ده بيطلب حاجه من على السيرفر بتاع الويب اللي هنا، فدلوقتي اي داتا بتروح عند الراوتر هنا بتبتدي تخش في الكيو، واللي بيجي الاول هو اللي بيتخدم الاول. فلقينا ان دي مشكلة في العادي، ان التليفون كده هيحس بفرق، يعني لو الداتا بتاعته ادناها واقفة هنا في الكيو فاليوزر هيحس بفرق والمكالمة ممكن تقع. فقلنا خلاص لا، طالما الموبايل مجرد ما المكالمة تيجي هنا هتعدي على طول مش هتقف في الكيو. دي اهمية وميزة من مميزات الكواليتي اوف سيرفيس. وطبعا الكواليتي اوف سيرفيس استخدمناها ليه؟ عشان الباندوتس اللي عندنا عموما بتكون مش كبيره قوي، وعندنا اهم حاجه لازم الباكت لوسز اللي هو الباكت او اللوسز اللي بيبقى في الداتا ما يزيدش عن 1%، والديلي ما يزيدش عن 150 ملي ثانيه، والجيتر ما يزيدش عن 30 ملي ثانيه. الجيتر ده عباره عن ايه؟ عن بيبقى الديلي نفسه بيكون مش مستقر، يعني الديلي مره ب 150 مره ب 120، فالفرق ما بينهم هو اسمه الجيتر. بعد كده بقى ننتقل لليوزر بيرسبشن. ايه ليه بندرس الجزء ده وايه اهميته بالنسبه للشركات؟ اول حاجه ازاي اليوزر بيكون شايف الشبكه، بيبقى شايفها من ناحيه طبعا السبيد بتاعت الشبكه، سرعتها، سرعه الاستجابه دي، سرعه الداونلود والابلود، الاستابيليتي بتاع الشبكه ان هي دايما مستقره ما بتقعش وهكذا. بعد كده بقى ليه الجزء بتاع اليوزر بيرسبشن ده مهم وكده؟ عشان نقدر نحافظ على اليوزر بتاعتنا، على اليوزر بتاعنا، وطبعا عشان ده بيأثر على الكواليتي اوف سيرفيس وامبورتنت بالنسبة للمبرمجين بتوع التطبيقات ومصنعين المحتوى، لان طول ما الشبكة مستقرة والشبكة مهتمين بيها يبقى نقدر ان يكون في بث مباشر وفي ستريمينج. طب ازاي نقدر نحسن من اليوزر بيرسبشن وكده؟ اول حاجة نبتدي نحسن من الشبكة بتاعتنا باستمرار، يكون ناخد فيدباك من العملاء اللي عندنا ونبتدي نحسن من الشبكة، نفوكس على السبيد، أي مشكلة تحصل نبتدي نحلها بسرعة. عندنا هنا دي بعض الشركات اللي بتهتم باليوزر بيرسبشن زي نتفليكس ويوتيوب ومايكروسوفت وأبل، وده طبعا دليل على نجاح الشركات دي إن هي مهتمة بجزء زي ده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي محمد عبد المنعم، جروب رقم 9. هتكلم عن نتورك ريسورس فيرتشواليزيشن او ال ان ار في. بدايه ايه هي ال ان ار في؟ بتكون عباره عن فيرتشوال انستانس من الفيزيكال نتورك اللي معانا، وبتحتوي على فيرتشوال انستانس من الاليمنتس الخاصه بالفيزيكال نتورك دي، بتكون مشابهه لها تماما زي الراوتر والسويتشز وغيره، وبتكون مشابهه لها تماما في الفانكشنز بتاعت الاليمنتس دي. ولكن الاختلاف ان في الفيرتش في الان ار في العمل بيكون في بيئه اكثر مرونه، والان ار في اصلا بتستخدم ليه؟ لتحسين استخدام الريسورسز بتاعت النتورك وجعلها اكثر مرونه، مما يساعد في حل المشاكل الخاصه بالتليكوم اوبريتورز. بعد كده نتكلم عن الديناميك ريسورس اللوكيشن، والديناميك ريسورس اللوكيشن بيسمح بافيشنت يوزج للريسورسز بتاعت الشبكه اللي معانا، ويضمن حصول التطبيقات الهامة على الباندويث واللو ليتنسي، مما يهدف لتحسين الأداء العام للشبكة. بعد كده السكيلابيليتي، ال ان ار في اصلا ديزاين تو بي سكيلابل، مما يسمح بتوسيع او تقليص فعال للموارد الافتراضيه، افيشنت اكسبانشن او اور كونتراكشن، والاكسبانشن والكونتراكشن بيكون بناء على احتياجات الشبكه، والقابليه ديت مهمه في استيعاب التغيرات في الطلب ودعم نمو التطبيقات. بعد كده هنتكلم في السكيورتي. بالنسبه للسكيورتي في ال ان ار في، فال ان ار في انتروديوس لير اوف ايزوليشن، بيكون في لير فاصله بين الديفرنت سيرفيسز. اللير ديت بتشير نفس الفيزيكال انفراستراكشر،
مما يساهم يعني في تسهيل عمليات في تسهيل العمليات دي وتخصيص الموارد، فيوفر بيئة آمنة وفعالة أكثر في النتورك. هنيجي على الابليكيشن، بداية في الكلاود كومبيوتنج والداتا سنترنج، ال NRV بتسمح بالديناميك الوكيشن للموارد في الفيرتشوال ماشينز، مما يضمن حصول كل جهاز على الباندويدز للحصول على الأداء الأمثل في العملية. وبعد كده التاني تطبيق معانا في السوفت وير ديفايند نتورك أو بنسميه بالـ SDN. الـ SDN يسمح بجانب الـ NRV يسمح بالديناميك ترافيك انجينيرنج اند اوبتمايزيشن، ويتيح الـ NRV في بيئات الـ SDN التحكم المركزي في الشبكة، مما يسمح بإدارة أكثر فعالية لجودة الخدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد عبد الواحد محمد محمد جروب 9، هتكلم عن الإيمرجينج ترندز أند فيوتشر دايركشن في الكيو إس والكيو إي، أهمية الاتجاهات اللي بتتمثل في التعامل مع المتطلبات المتطورة والتشالنجز المرتبطة بتقديم هاي كواليتي مالتي ميديا كونتنت. واحد أهم الأسباب الرئيسية للتوجه ده انهانسد يوزر اكسبيرينس، اوبتمايزد ريسورس الوكيشن، ادابشن تو ادفانسد تكنولوجي، بيرسوناليزيشن اند اي اي درايفن سوليوشنز، سكيورتي اند برايفسي، ايكونوميك اند بزنس. من التوبكس اللي هتكلم عنها الديب ليرنينج، وهو فرع من الماشين ليرنينج وبيعتمد على تدريب النيورال نتوركس، وده بيتيح لي اقدر استخدم تقنيات الديب ليرنينج. من التوجهات الرئيسيه في الموضوع ده الدايناميك ريسورس الوكيشن، بحيث ان انا اقدر اتاقلم تلقائيا مع ظروف الشبكه، الكونتنت ريكومنديشن سيستم، اقدر او اعرف ايه الكونتنت اللي يظهر للمستخدمين، كواليتي بريدكشن مودلز ان انا اتوقع رد فعل المستخدمين مسبقا، كروس لير اوبتمايزيشن ان انا اقدر احسن التعامل بين اللايرز وبعضها، التشالنجز في الجزء ده، اللارج سكيل تريننج داتا اقدر اجمع، بحيث ان اقدر محتاج اجمع اكبر قدر ممكن ومتنوع من البيانات، ريل تايم بروسيسنج، احتاج نماذج ديب ليرنينج اخف ومناسبه للوقت في الواقع، السكيورتي ان انا محتاج يكون في خصوصيه للمستخدمين واصحاب النماذج. تاني توبك معانا الكواليتي سنترك نتورك سلايسنج، ده بيشمل ان اقدر اكون شبكات افتراضيه معزوله بشكل لوجيك لها نفس البنيه المشتركه، وبيركز على تحسين جوده الخدمه. من الجوانب الرئيسيه في الموضوع ده كاستمايزد ريسورس الوكيشن عشان احدد الريسورس بتاعت كل سلايس، دايناميك ادابشن ان انا احدد المتطلبات اللي بتحتاجها كل سلايس وده تتغير من وقت للتاني، اند تو اند كيو اس مانجمنت ان انا اقدر احافظ على الجوده دي مع التقسيم، النتورك سلايسنج اورستريشن ان انا احسن من استغلال الموارد بتاع كل سلايس، ايزوليشن اند سكيورتي ان انا امنع التداخل وتسريب المعلومات، الكروس دومين كيو اس انتجريشن ان انا اقدر اوجه تركيز الشريحه للتطبيقات اللي بتخدمها بس، والتشالنجز في الجزء ده السلايس لايف سايكل مانجمنت والدايناميك كيو اس ادابشن ان ابني خوارزميات تقدر تغطي متطلبات الجوده، الانتربروبيلتي اند ستاندرزيشن بحيث ان التقسيم ده ما ياثرش على ده الطبقات وبعضها البعض. اخر توبك معانا الفي ار انفايرمنتس، والتقنيه دي من اهم التحديات لانها بتوفر تجربه لمستخدمين متعددين في نفس الوقت بنفس المعطيات، وبتخصص مساحات مشتركه للمستخدمين دول. الجوانب الرئيسيه بتاعتها الريندرنج اند جرافيك كواليتي، ان انا اتحكم في التجربه البصريه، السنكرونيزيشن اوف انتر اكشن ان انا اقدر اوافق بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي، السبيشال اوديو اند كوميونيكيشن ان انا اقدر اوصل الصوت بين المستخدمين في نفس الوقت، اليوزر موفمنت بريدكشن ان انا اقدر اقلل التاخير في الاستجابه في العالم الافتراضي، اللود بالانسنج اند ريسورس الوكيشن عشان اقدر اساوي جميع الموارد واغير فيها حسب كل نطاق معين. من التشالنجز بتاعتها السكالابيلتي ان اقدر ازود عدد المستخدمين واتيح الاستخدام بتكلفه اقل، رياليستيك طبعا، الدايناميك كونتنت ادابشن ان اقدر ازود عدد الانشطه المتاحه ممارستها من خلال عالم الفي ار، السوشيال بيرسنس اند انتر اكشن ديزاين ان انا اسهل التواصل بين المستخدمين وانقل ادق التفاصيل. محمد عبد الحميد جزء الاسسمنت تومسز. اول حاجه الكواليتي في اكسبيرينس تمثل جوده التجربه ورضا المستخدم على السيرفيس اللي احنا بنقدمها. الكيو اي اساسيه ومهمه في النتورك بيرفورمانس زي الفيديو ستريمنج والاونلاين جيمنج وغيره. اول حاجه الايفوليوشن ميثودز بتشمل يوزر ريتنج واليو اكس تيستنج واليوزر فيدباك. بعد كده عندنا المتريك ميجرمنت زي البيت ريت وهي معدل نقل البيانات او نقل الداتا، والليتنسي وهي الزمن بين الريكوست والريسبونس، والثروبوت معدل نقل السكسسفول داتا. بعد كده عندنا حاجتين مهمين، اول حاجه اللي هي الاستراكشر سيميلاريتي اندكس، ودي بتبين التشابه بين الصورتين او فيديو
عن طريق المقارنة بين السطوع أو الإضاءة والتباين بين الفيديوهين. الحاجة التانية اللي هي Deep Signal Noise Ratio، ودي بتحدد الكواليتي للسيجنال عن طريق مقارنتها بريفرنس سيجنال وحساب الريشيو بين الماكسيمم بوسيبل باور تو ذا باور اوف ذا نويز. انا محمد فرج عبد الغني يونس جروب 9، هنتكلم عن موضوع كواليتي اوف سيرفيس اند كواليتي اوف اكسبيرينس اوف الموبايل نتورك. هنتكلم في البدايه كانت شبكات الموبايل كانت كفاءتها قليله، وهنا كان بيحصل ديلي في وقت ارسال الداتا من نقطه لنقطه اخرى، وده كان بيسبب لها ديستربنس. فبدانا ان احنا نحسن جوده الموبايل نتورك في عدة جينيريشن زي ما احنا عارفين، اللي هم ال 3G وال 4G وال 5G. في الكواليتي اوف سيرفيس بنراعي شوية بارامترز، وهو ان يكون عندي الباند ويدث مناسب لنقل الداتا بتاعتي بحيث ما يحصلهاش اي ديستربنس، وبنراعي برضو ان يكون الديلي تايم قليل والباكت لوس قليل بحيث ان الداتا توصل كاملة في وقت واحد بحيث ما يحصلهاش اي ديستربنس وما يحصلهاش اي لوسز. هنا في الكواليتي اوف اكسبيرينس في الموبايل نتورك بنراعي ان اليوزر ساتسفيكيشن، ان هو ان اليوزر يكون دايما راضي عن جوده الخدمه، وتكون الخدمه بتحقق له المتطلبات اللي هو محتاجها، وتكون سهله في الاستخدام بالنسبه لاي يوزر. هنا هنتكلم عن الكواليتي اوف سيرفيس اند الكواليتي اوف اكسبيرينس اوف الموبايل نتورك جينيريشن، اللي هم ال 3G وال 4G وال 5G. في ال 3G كانت الداتا سبيد كانت قليله جدا، كانت من 384 كيلو بت بير سكند ل 2 ميجا بت بير سكند. ده كان سريع بالنسبة للمكالمات العادية بتاعتنا فكان كويس، بس الفويس كولز كانت لو لاتنسي، فده كان بيعمل ديلي أثناء المكالمة. عندنا الكباسيتي كانت ليميتد، أو الداتا كباسيتي كانت ليميتد داتا كباسيتي، فده كان بيقلل عدد الكونكشنز على الشبكه. في نفس الوقت في الفور جي بدانا نزود الداتا سبيد من 100 ميجا بت بير سكند ل 1 جيجا بت بير سكند، وده كان كويس جدا لنقل البيانات بتاعتنا. وبدانا نحسن في الفويس كولز عن طريق الفويس اوفر ال تي اي، اللي هو بيحسن جوده المكالمات وبيخليها اسرع. والداتا كاباسيتي كانت طبعا امبروفد، فده زود لي عدد الكونكشنز في نفس الوقت، او عدد اليوزر اللي بيعملوا كونكت في نفس الوقت. طبعا ال 5G بدانا نحسن الكلام دوت، وكانت سرعه نقل البيانات اسرع من 10 جيجا بت بير سكند، فده كان كويس جدا لنقل البيانات بتاعتي. وهنا المكالمات خليناها برضو الفويس اوفر ال LTE، وده كان هاي كواليتي بالنسبه للمكالمات ويز لو لاتنسي، يعني في ديلي اقل. والداتا كاباسيتي طبعا هنا كانت بتقبل عدد كبير جدا من المكالمات او من الكونكشنز في اليوزرز في نفس الوقت.